كملينا معكم مشاهدينا صباحنا واخبارنا ومن دمشق يلي شهدت مشاركه واسعه من هيئات شبابيه طوفان الاقصى اللي بدا احرار فلسطين قبل طوفان شعبي بسوريا دعما وتضامنا لفلسطين اللي بقيت وصلت العروبه داخل كل سوري. أكيد عفاف، ومن دمشق كان في مشاركات واسعة طبعا من هيئات شبابية وسورية وفلسطينية نظمتها المؤسسة الفلسطينية للثقافة والتنمية بالتعاون مع الملتقى الوطني الشبابي الفلسطيني. طبعا ضمن الاستوديو اليوم رح يكون أولى فقراتنا مع الأستاذ رامي جلبوط وهو نائب رئيس المؤسسة الفلسطينية للثقافة والتنمية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك أستاذ. يعني اليوم مشاهد حاسمة عم نشهدها مع كل ساعة جديدة وعم يصير أحرار فلسطين مثل ما عم نتابع ضمن الأخبار وشرفاء العالم ضد المحتل الغاضب. اليوم مع الوقفة التضامنية، شو هي الرسالة يلي عم نحاول أو حاولتوا إيصالها من خلال المشاركة؟ تسمحي لي بالبداية أتوجه بالتحية للمقاومين اللي عم يصنعوا معجزات اليوم بغزة وعلى أرض فلسطين. أكيد. وتحية لأهل غزة كمان الصامدين الصابرين رغم كل والواعين والمدركين لحجم المؤامرة الكبيرة اللي عم تسعى اليوم لتهجيرهم ولنكبة جديدة. للأسف اللي عم بصير اليوم بالإضافة للحملة العسكرية المجرمة هو حملة إعلامية تسعى لشيطنة المقاومة وإظهارها كأنه هن دواعش مثل الدواعش اللي حاربناهم بسوريا، كأنه إرهابيين وتغييب كامل لرواية أصحاب الأرض. هذا النوع من التحركات الشعبية إن كان بسوريا وبالدول المحيطة بفلسطين وإن كان بالعالم هو لا يسعى لتغيير موقف سياسي، لأن هذا الموقف السياسي لا يتغير. هن القادة السياسيين هن بيحترموا القوة، بيحترموا الأشخاص اللي بيفرضوا عليهم القرار، أما هي سعي لإبراز وتعويم رواية أخرى بديلة عن الرواية التي يسعى العدو اليوم بكل مكان لحتى يقدمها. لا، نحن ما لنا إرهابيين، نحن أصحاب حق، عم ندافع عن أرضنا، وإظهار أنه في وراء هاي المقاومة في مجتمع كامل، في شعوب بتساندها وواقفة معها وما رح تتخلى عنها. أكيد. يعني أستاذ رامي، شفنا أصوات شبابية وهيئات ومؤسسات سورية وفلسطينية وعربية كانت مشتركة حقيقة بكل هذه الوقفات التضامنية اللي امتلأت بساحات سوريا. نعم. وأيضا الوطن العربي، ولكن دائما هناك خصوصية للمشاركة السورية وللوقفات التضامنية لأنه من سنوات وإلى الآن بقيت فلسطين هي بوصلة كل عربي سوري شريف. اليوم هناك رسالة مهمة وصلت للعالم من خلال هذه الوقفات، جزء منها اللي حضرتك تحدثت عنه اليوم واللي هو أهمية دائما أن نذكر ونواعي الآخرين بحقيقة هذه القضية التي يحاولون التشويش عليها من خلال بروباغندا إعلامية، من خلال أيضا مواقع التواصل الاجتماعي. أهمية هذه الرسالة اليوم التي يقوم بها الشباب وأيضا المؤسسة من خلال هذه الوقفات التضامنية. هو اللي عم يصير كان على مدى سنوات طويلة، وطبعا سوريا كل العالم بكفر سوريا بكفر، لأن اللي مرقت فيه سوريا كان مو سهل، وكان في عمل كتير جبار من قبل العدو على تشتيت المجتمع والوعي العام عند المواطن السوري بقضايا هي، أو حتى ما فينا نسميها قضايا، بجزئيات هي لا تشكل، حتى ما نصرف تفكيرنا عن قضيتنا، لأنه ما فينا نفصل أبدا بين القضية السورية والقضية الفلسطينية. أكيد. هن متلازمين بخط مسار واحد. العدو واحد وان اختلفت الوجوه. بالضبط، تماما، والساحة واحدة والمعركة واحدة والمصير واحد. فلهيك لا، هي خصوصية هي الرسالة انه هي جاي من ارض سوريا، من دمشق، من حمص، من كمان بكرة في رح يكون باللاذقية وبحلب. فلا، نحن ما تخلينا عن قيضيتنا، ما قدرتوا انه تخلونا نتشتت بهاي الطريقة.
هو اعلان لفشل كل هاي المشاريع اللي كانت عم اللي هن سعوا عليها واللي دفعوا مليارات كمان هذا الشيء. استاذ اليوم العدو راهن على تعاقب الاجيال وربما انه يتم نسيان قضيتهم المفصليه، ولكن المشهد اليوم فلسطين عم يقول غير هيك تماما وبكل بقعة شريفه بهذا العالم. خلينا نعلق على هذا الموضوع. كان شيء يثلج القلب بصراحه. نحن هلا في مثلا الجيل اللي قبل جيلنا وهيك، نحن ربينا بقضيه فلسطين، عم يعني من لما يوعى الواحد يفتح عيونه الصبح لحتى ينام وهي موجوده معه وحاضره بكل تفاصيل حياته. بعد بالفتره الاخيره بعد ما حل محل القضايا الاساسيه الانسانيه، صار في عندنا هذا الانفلونسر شو عمل وهي اليوتيوبر شو عملت وهيك. للأسف صار في عنا شك إنه شبابنا اليوم هن صاروا بس اللي عم يفكروا فيه كيف بدهم يطلعوا برا البلد وكيف بدهم يروحوا وكيف بدهم يعملوا بلوجرز أو شيء مثل هيك. اللي شفته شخصيا واللي شفناه كلياتنا إنه كان حجم من الوعي والإدراك كتير كبير. في حماس عند الشباب هلا عم نشوفهم على السوشيال ميديا هائل، مستعدين، دمهم حامي. عم بسأل حالي طب هن من وين كيف هن، ما يعني ما عاشوا مثلنا زمان، بس في شيء خلص بدمنا عم بيمشي. لما باليوم اللي الوطن بيكون فيه هو بحاجته، هو هذا اكيد ما راح يوقف ويفكر ولا لحظه عن انه يلبيه. في شباب عم بيقولوا خلونا نروح على الحدود، وفي هاي الحماسه عن جد شيء بيصلج بخلينا نرتاح انه لا، قضيتنا مستمره. اللي قال انه الاباء يموتون والابناء ينسون، بكل لحظه شبابنا، وهدول بدي اوجه لهم كثير تحيه، شباب التسعينات والالفينات اللي نحن اعتبرناهم انه هن سطحيين وما بيهتموا بشيء، لا لا لا، عم بيورجونا انه عندهم الوعي الكافي وهن قادرين على متابعه الرساله. وبقيان كيف نحن كهيئات نقدر نوظف هذا الشيء، كيف نستثمره، كيف نخليه بالطريق الصح. النشاط المدني لا يقل ابدا عن النشاط العسكري، النشاط الاعلامي هو كله المقاومة، منظومة حياة، منظومة مجتمع كامل، هي مش فقط انه نحن نمسك البارودة ونقوص. نحن كاشخاص مدنيين في كثير شغلات فينا نساويها، ان كان على السوشيال ميديا او ان كان بالشارع، كمان لتقديم الروايه البديله اللي عم بيحاول، للروايه اللي عم بيحاول العدو انه يفرض علينا. صحيح. يعني يمكن استاذ رامي، نحن بنعرف انه المؤسسه الفلسطينيه للتنميه هي من المؤسسات اللي عندها برامج دائمة، جزء مهم منها التوعية، جزء منها فعاليات تقام بكل المناسبات، ليس فقط في يعني الأوقات الصعبة كما يقال، لأنه أغلبية أوقاتنا بفلسطين صعبة، لا صحيح. يوجد دائما راحة، دائما مع قتال المحتل. شو أهم المجالات اللي بتتناولوها بالمؤسسة وخصوصا بمثل سوريا وغيرها من الأماكن اللي موجودة فيها؟ هلا بغير المشاركه بالملتقيات والمؤتمرات اللي عم بتصير بضمن هذا المجال، في عندنا مشاريع متعلقه بمخيمات اللي بتجمع الشباب. هلا في نقطه بدي اوضحها، انه هي صحيح المؤسسه الفلسطينيه للثقافه والتنميه، ولكن خطابها هو موجه لكل الناس، والدعوه للمشاركه هي موجهه لكل، يعني لما عم نعمل نشاط مثلا بمدينة الحسينية هي موجهة لكل الناس الموجودين فيها، ما في تمييز. المخيمات الشبابية بالدرجة الأولى لمناقشة، لنحط القضايا من بين قضية فلسطين على الأرض، نناقشها بطريقة مختلفة عن الشيء اللي نحن عم بتم تداوله كشباب، لأن يمكن في تقصير مننا كلياتنا انه نسمع من الشباب. هي بيرجعنا للنقطه اللي قبل، انه احنا ما كان في عندنا هذا الايمان وثبت خطانا. لا، بدنا نسمع من الشباب، نفهم منهم شو رؤيتهم، في عندهم وسائل جديده نحن يمكن ما متابعينها، في عندهم افكار كثير مهمه هن قدرانين انه نحن نستفيد منها.
لإعادة صياغة الرواية بالسردية بطريقة مشوقة ومقبولة. نحن في عنا مشكلة بأنه نخلي حدا يقرأ مثلا مقال طويل، طب خلينا نختصره نركز المادة. مثلا هي فيما يتعلق بالمخيمات، من مخيمات الشبابية، من النشاطات كمان اللي عم تشتغل عليها المؤسسة الفلسطينية، الشيء المتعلق بالتراث، هو التراث الفلسطيني ولكن بنفس الوقت هو تراث المنطقة ككل، إن كان من ناحية التطريز الفلسطيني، إن كان من ناحية الأغنية، القصة، الأدب، الشعر، الشعر الفصيح والشعر الشعبي واللي هو بيمتد من، فينا نقول، من الموصل وصولا لسيناء. في عنا نوع واحد من الغناء الشعبي والشعر الشعبي ولكن باختلافات كتير بسيطة، حتى التطريز والتوب إن كان للرجال أو للنساء هو واحد، كمان من عند الجزيرة وشمال سوريا وصولا كمان لسيناء، هو نفس النمط نفس هاي ولكن بيختلف بتفاصيل بسيطة. للأسف نحن شبابنا، أو مو بس شبابنا، في ناس كتير هي ما وعيت على هاي التفاصيل، صحيح كنا نمارسها بحياتنا اليومية ولكن صار لازم ندخلها عن إدراك ووعي أكثر. كمان عم نشتغل بما يتعلق بالمطبخ، مو بس بالمطبخ والأكلات التراثية تبعنا، عم نحاول نعملها كمشروع تدريب النساء اللي هن بحاجة للعمل، على يكون هذا الشيء مصدر رزق لإلهم. وإذا قدرنا نعمل مشروع مطبخ كمشروع استثماري لهي النساء، يقدروا إنه يكون استثمار لإلهم، جزء منه يروح لمعيشتهم وجزء منه يكون لدعم أعمال المؤسسة، فهي إن شاء الله بخطتنا الجاية. أستاذ رامي، ذكرت حضرتك أنه اليوم في عنا أجيال شابة مواليد التسعينات ولا الألفين اللي كنا نعتبرهم أنه هنون بس بالدراسة ولا سطحيين، هنون قادرين اليوم لحتى يندفعوا بكل شغف وبكل حب للمدافعة عن القضية الفلسطينية ويتواجدوا على أرض المعركة. خلينا نذكر أنتوا اليوم دوركم كمؤسسة فلسطينية للثقافة والتنمية، كيف ساهمتوا على ترسيخ هي القضية لحتى تبقى بوصلة للأجيال الشابة؟ واحدة من التحديات اللي كانت عم بتواجهنا بهذا الموضوع هو طريقة الخطاب. ما بقى فينا نخاطب الشباب بنفس الطريقة، شباب الفئة العمرية هي بنفس الطريقة اللي كنا نخاطب فيها شباب الفئة العمرية اللي قبلهم، لأن الوسائل صارت مختلفة والوسط كله صار مختلف، كان واحد من التحديات. فهذا هي أنت عندك قضية محقة ولكن كيف بدك تقدر توصلها للآخرين، وكيف كمان بدنا نخلي هدول الآخرين يوصلوها للآخرين. فواحد من التحديات كان كيف نطور الخطاب، وهذا واحد من الشغلات اللي اشتغلنا عليها بموضوع المخيمات، أنه نحن بحاجة، استفدنا من الشباب بالوسائل، انه انتم بتعرفوا اكثر مننا شو لازم نعمل، شو هو الشيء اللي صار يلفت نظركم، او اللي انا بقدر خاطب الشباب المراهق او هاي بكل العالم مو بس بسوريا. وبالفعل هذا كان الحصال الاكبر من تجربة الشباب، انه نحن تعلمنا منهم، ممكن نحن عم نعلمهم، اعطونا كثير افكار، اعطونا كثير خطط، والاهم بالفعل كان انه لا، هن مدركين للشيء اللي عم بصير، مؤمنين فيه وجاهزين. جاهزين اكيد. ويمكن شفنا من خلال كمان المؤسسه ويعني الوقفه اللي كانت من ايام قليله بساحه عرنوس، يعني خبر صغير نزل ان كان على وسائل التواصل الاجتماعي يتناقلوا الكل، كان عنوان الساحه بانتظار الناس مزهل لحتى كان تنزل، انتشاره مزهل صحيح. واللي كان مميز يعني اللي شفناه على الارض خلال هي الوقفه هو وجود فئات متعدده من الشباب والشابات والسوريين وأيضا الفلسطينيين الموجودين في سوريا، وحتى وسائل الإعلام
من مختلف إن كانت الرسمية وغير الرسمية والخاصة وما إلى ذلك، وكان هناك في حب بأنه نحن هي الوقفة صحية بعد أيام قليلة من ما حدث الحادث المؤلم في فلسطين، فكانت الكلمات أيضا موجهة مو بس لفلسطين وأيضا لحمص من سوريا من كل المحافظات. هذا الخطاب الحلو اللي شفناه واللي كان عفوي، قدي اليوم بيتم الرهان على أن نستمر بهذا الموضوع من دون ما فجأة نلاقي حالنا انحرفنا باتجاه مثل ما قلت قبل قليل أنت، اليوم الشباب بحاجة لأنه يتم الحديث معهم بطريقة مختلفة عن ما يتم الحديث سابقا. هلأ في نقطة قبل ما جاوب لخصوصية الساحة السورية والنشاط الشعبي اللي مثل هيك بالساحة السورية، نحن قبل بداية عملية طوفان الأقصى بيومين كان في عنا مجزرة رهيبة، عمل إرهابي جبان كتير بشع صار بالكلية الحربية، لهيك أخذت معنا وقت لحتى قررنا أنه لأن صعب كتير الواحد يتحمل على مسؤولية أرواح أشخاص هنا ممكن يكونوا موجودين متجمعين بمكان والإرهاب يعمل أي عملية بيناتهم، ولكن قررنا المجازفة لأن ضرورة إيصال الرسالة لا تقل أبداً عن الشيء اللي عم بصير عن الرسالة نفسها، وحتى كمان هي رسالة أنه حتى الإرهاب ما رح يوقف النشاط الشعبي الجماهيري. وبالفعل حاولنا قدر الإمكان بالتعاون مع السادة بقسم شرطة عرنوس وأنهم يكون مأمنين الموضوع، الحمد لله مرقت بشكل كتير منيح، وهي نقطة خصوصية العمل المشابه بسوريا أنه نحن معرضين للإرهاب ومع ذلك هو مستمر. الشباب كانوا عن جد رائعين، انه انا صرت اتفتل واسال بين الشباب اللي موجودين هنيك، في اشخاص اجوا من مناطق كثير بعيده من محيط دمشق فقط ليشاركوا، يعني قبل بيوم انتشر الاعلان او الدعوه للوقفه الدعم بشكل ما كنا متوقعينه، والمشاركه كمان ما كنا متوقعينها اكبر بكثير، واجت ناس من كل مكان من كل الفئات العمريه، كان في ناس جايين هن عائلات باكملها كانت جاي، وهذا الشيء عن جد فاجانا. هلا ما راح اقول هن بالفعل كانوا بيتمتعوا بالوعي الكافي اللي ما كنا بحاجه لكثير لنشرح، هلا خلص الوقت اللي كان محدد لنا بالنسبه للترخيص، يعني نحن تقريبا انه كانت الوقفه ساعه ونص ولكن استمرينا اكثر من ساعه ونص ثانيين، فلما قلنا لهم يا شباب انه هيك فهن كانوا كثير متفاهمين للموضوع، حتى الهتاف اللي استخدم كان واعي، حتى هو ما دخلنا ابدا نحن بهذا الشيء، هي كانت وقفه نحن ما متوقعين حتى انه يكون صير هيك، يعني نحن رح نوقف نحمل اوراق كتب عليها رسائل نحن بدنا نوديها، ولكن انه تجمع الشباب اللي عملوا دبكة اللي غنوا اللي هتفوا هذا كله كان عفوي، والملفت انه ما كان في مظاهر أبداً، يعني ما صار في اي مشاكل ما أبداً صار في أبداً اي شيء أبداً. بالعكس كان في انضباط ذاتي بين الناس الموجودين و100% هو انضباط ذاتي، وهذا الانضباط الذاتي هو اللي يعول عليه واللي هو بيورجينا انه هن هدول الشباب هدول الناس اللي عم تشارك واعيين كثير منيح للرساله للشيء اللي هن نازلين فيه، وبيرجعنا كمان للبدايه انه كل التشويش اللي حاول العالم كله يشوش عليه ثبت فشله، انه هن كانوا قدرانين لحالهم بدون اي توجيه يقوموا بالفاعليه ويمشوا فيها ويستمروا فيها للنهايه بدون اي تدخل بدون اي توجيه. استاذ رامي، اليوم مع الاحداث المفصليه يلي عم يصرها ابطال وابطال فلسطين وشرفاء العالم كمان على ارض المعركه، اليوم ما خلينا نحكي عن الدور يلي عم تتخذه المؤسسه الفلسطينيه للثقافه والتنميه على عاتقها، كيف عم يكون الدور الاكبر؟ هو المعركه فرضت علينا، يعني نحن المؤسسه كجوهرة لما بدأت لما أسسناها كانت إنه هي
تعمل بالحقل الثقافي التراثي والتنمية البشر المتعلقة بالتدريب والتأهيل للعمال بكل أنواع التدريب والتأهيل. ففجأة نلاقي حالنا أمام استحقاق اللي هو أنك تكون جزء من المعركة. ما كان شيء سهل. أدواتنا اللي كنا محضرينها والوسائل هي ما كانت مكرسة لهذا النوع من العمل. لهيك كنا بحاجة فورا نفكر شو ممكن نساوي. هلأ بدأ التنسيق. هي كانت فكرة الوقفة التضامنية كانت وليدة اللحظة. خلونا نساوي. بالفعل باشرنا فيها مباشرة. فيما بعد بدأ التنسيق لما التقينا مع باقي القوى الشبابية بالأرض بالميدان. بدأ الكلام عن التنسيق. هلأ اليوم امبارح كان في وقفة كتير مهمة لاتحاد طلبة سوريا وجامعة دمشق. وكان شيء عظيم اللي ساووا. عظيم عظيم عن جد. صحيح. وإن شاء الله بحمص يوم الخميس في دعوة للفصائل الفلسطينية والقوى السورية اللي موجودة بحمص. ويوم الجمعة باللاذقية وكمان بدمشق راح يكون في وقفة كمان بساحة عرنوس. كمان عم يتم التحضير لها. يعني بعد نجاح التجربة الأولى فينا نقول أن التجارب الثانية رح تكون ناجحة كمان. يعني يوم الوقفات التضامنية هي جزء من الشكل التعبيري اللي تعودنا عليه طول عمرنا لمساندة القضية الفلسطينية. لكن يوم أنتم كمؤسسة مشاريعكم استمرت خلال فترة السنوات الماضية وعلى الأرض السورية أيضا لمساعدة الفلسطينيين وحتى السوريين اللي تعرضوا للحرب ويمكن عانوا مثل ما بنقول تهجير آخر فوق تهجيره فاضطروا لتغيير أماكن. نحن بنعرف المخيم مرقت سنوات طويلة وهو طبعا موجود في خلايا إرهابية. هذا أدى أنه الناس تترك بيوتها. كان عليكم عبء مساعدة الفلسطينيين أيضا الموجودين بالتشارك والتشبيك مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية في سوريا. هذا جزء إذا فينا نمر عليه سريعا. رح أحكي على تجربة سويناها. هي كنا عم نسعى لأنه تكون مختلفة عن تجارب الإغاثة اللي صارت من منظمات تانية طبعا مع التقدير والاحترام لكل شيء ساووا. ولكن برمضان على مدى رمضانين مثلا نحن ما قمنا بتوزيع سلة الغذائية. رحنا باتجاه انه لعدة مناطق بمحيط دمشق وأقمنا إفطار رمضاني. تم دعوة أبناء الحي اللي موجودين فيه. سوينا بالحسينية بخان الشيح بعدة أماكن إفطار رمضاني بساحة ملعب أو مدرسة. وكانت الناس اللي إجت هن ضيوفنا. وقعدنا سوا وفطرنا سوا إفطار رمضان. وكان في برنامج مولوية وطقس رمضاني كامل. كانت ناجحة كتير والرد الفعل والفيدباك اللي إجانا كان كتير إيجابي. هي لكسر هاي النمطية بين إنه توزيع مساعدات وهيك. بوقت العيد قمنا بتوزيع أضاحي. كمان هي مو على شكل مساعدة سلة غذائية. لا هي أضحية وتم توزيعها بعدة أماكن بدمشق ومحيط دمشق. كمان رد الفعل الإيجابي كان كتير حلو. أكيد بدنا نتمنى للمؤسسة النجاح والتفوق بإشراف على جميع البرامج والفعاليات يلي حكيت عنها حضرتك أكيد. وبدنا نتمنى أكيد يتم الأمر كله على خير وتنتهي المشاكل كلياتها وإلى الانفراجات القريبة. كنت معنا اليوم الأستاذ رامي جلبوت نائب رئيس المؤسسة الفلسطينية للثقافة والتنمية. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. شكرا لك ولوجودك معنا. وأكيد دائما نحن مستمرين مع بعض إيد بإيد قلب واحد بإذن الله. ولفلسطين ولأهلنا كل التحية. شكرا لك. شكرا لكم.